مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء. معي اليوم الاستاذ الكبير الاستاذ محمد فاضل. منور استاذ فاضل. بيكم منورة كل الأصدقاء المتابعين للجريدة. وحشتنا اليومين دول، انا بعتذر للناس كلها ان التاخير اليومين اللي فاتوا انا المسؤول عنه. مش الاستاذ، معلش، ما أنت المدير، لا لا أنت سلام، حر. ده انا الغفير. أنت الأساس. احداث كثيره خلال الساعات الماضيه يا أنت استاذ حر محمد، أكيد، كل واحد حر في ماله يعني. الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يبارك. الساعات الاخيره كان فيها احداث كتير، ما بين الاكاذيب وما بين التضليل وما بين التهليل وما بين الافراح وما بين الليالي الملاح، وكل ده ما يخصناش في شيء، لأن الناس عارفة مين بيكذب ومين ما بيكذبش ومين نصاب ومين مش نصاب. خلينا دايما ناخد بعض النقاط اللي بتثير الجدل ونتناقش فيها ونحاول نثقف الناس تفهم الحقيقة. يا رب. هبتدي معاك بالنقطة اللي بتاعت المشجع الزملكاوي اللي راح مباراة الوداد والأهلي. هذا المشجع اسمه مصطفى عبد الخالق. أنا شفت فيديوهاته في الأول، ويمكن علقنا عليها في القناة، يقول لك انا نازل من المانيا مخصوص ورايح اشجع الوداد الوداد الوداد، حتى في فيديوهاته ما كانش عارف الاسم الوداد من الترجي، وشايل علم الزمالك، وطبعا القنوات والحاجات المغربيه استضافته، احنا عاتبنا عليه انه بيزيد الفتنه وما كناش راضيين عنه على اللي فعله. المشجع المثير للجدل ده انا مش بعتبره زملكاوي، انا بس بعتبره فتناوي، يعني واحد من الناس اللي بتزرع الفتنة، لأنه ليسوا زملكاوية على هذه المناظر اللي بتشوفها في هذه الأيام، سواء بيكتبوا تعليقات أو بيظهروا في فيديوهات أو عندهم قنوات وهدفهم كلهم يثير الفتنة. عند سفره إلى المغرب بعلم الزمالك وقال أنا جايين ونشجع وكل جمهور الزمالك، يعني ولى نفسه على جمهور الزمالك، وإحنا عدينا الموضوع ده. قام رايح تاني وفريق الاهلي خارج من البتاع، وقام مسجل فيديو، وابتدى الفيديو من حته ان بيقول للامن المغربي انا عايز اسم ده، وبيشاور على مصطفى شوبير، وعايز اسم ده، وبيشاور على سيد عبد الحفيظ، اصل دول شتموني بالفاظ لا تليق. احنا الفيديو اللي شفناه او اللي بيتداول يا استاذ محمد بيتداول من الحته اللي هو بيشتكي للامن وبيصرخ وبيقول شتموني وعايز اسميهم. طبعا ما فيش حد ما يعرفش مصطفى شوبير، وما فيش حد ما يعرفش السيد عبد الحفيظ، يعني اعتقد ان هو كان بيعمل شو مره اخرى لاثاره الفتنه، وقعد بقى يحكي استضاف في قناه بتاعت مصريه بتستضيف، وانا كنت اهلاوي وبسبب المجاملات التحكيميه بقيت زملكاوي، وبيحب شيكابالا، وبشوف بقى علشان الحته الناس اللي ما بتفهمش، ان انا شفت فيديوهاته الاولانيه اللي قبل الماتش وفيديوهاته التانيه اللي بعد الماتش، بيقول لك انا تواجدت في المغرب بالصدفه، انا كنت بحضر مناسبه لصديق ليا، مع ان ليه الفيديو الاولاني بيقول انا مسافر مخصوص من المانيا للمغرب عشان يشجع الوداد باسم جماهير الزمالك، وقال ان هو توجه التقى مع جمهور مع فريق الاهلي بالصدفه وهم ماشيين في المطار، يعني انا ما اعرفش، يعني رايح يوم الماتش الصبح عشان يحضر مناسبه ويبقى عالم الزمالك ويحضر، وبعد الماتش ما بيخلص ماشي في نفس الصوره، ما اعرفش المناسبه اللي رايح يحضرها دي كان رايح يسلم على ناس ويمشي ولا ايه بالظبط يعني. وقنوات غريبه بتستضيفه وناس تستضيفه، حاجه انا بالنسبه لي هذا لا يمثل جمهور الزمالك النظيف. اللي عايز يقف معاه بقى يعتبر نفسه ان هو من الناس اللي بتثير الفتنه، لان لسنا احنا من صناع الفتنه، لا احنا بنقتل الفتنه وبننهيها. مع حضرتك تتفق معايا وتختلف براحتك يا استاذ محمد، بس انا ارفض اثاره انا ما الفتنه. شفتش للاسف، انا ما شفتش الموضوع ده، انما اعتقد يعني ان في واحد كان اهلاوي وممكن يبقى زملكاوي عشان المجاملات التحكيميه، ما في واحد كان اهلاوي بقى رئيس نادي الزمالك الزملكاوي يا استاذ محمد، طب احنا مش دي زي، حاجه تانية، دي حاجه يعني كان تانية. اهلاوي عضو في النادي هقول لك الاهلي قبل ما بقعد في نادي الزمالك بست 7 سنين، وبقى زملكاوي وطلع ولحد ما بقى بالظبط، رئيس النادي، يعني الزمالك مستباح للكل. لا ده مش
زملكاوي ولا رئيس النادي زملكاوي. انا بتكلم على الزملكاوي الحقيقي، هو الزملكاوي اللي بيحب الكوره بتاعت الزمالك، مش بيمشي عشان حاجه مش عاجباه في نادي تاني. ولا يمكن، انا اقول لك كمان اكتر واكتر، ولا يمكن واحد اهلاوي هيبقى واحد زملكاوي وهيقول لك ان انا بقيت زملكاوي بسبب المجاملات التحكيميه. لو جاي من هناك عشان يزرع فتنه، الفتنه اللي تسبب فيها الناس اللي استضافوه، وده لا يمكن يكون زملكاوي. يعني انت جاي من المانيا عشان تروح تستفز لعيبه يعني انتوا لان انا شفت كام تعليق اللي مش عايز يكبر ابدا، خالد الغندور ده اللي لسه صغير وهيفضل طول عمره صغير، بيقول انا ما دخل لما بنقرا العناوين ما بدخلش على الكلام الخايب لان عارف هيكون في كلام خايب. بيقول لك بطلب من مش عارف الخبراء التحكيم يشوفوا اللعبه دي، انا ما اعرفش لعبه ايه اللي عايزهم يشوفوها. طيب انت سايب بطل افريقيا للمره ال 11، يعني ده زي بيقول لك ايه، انت فاكر المثل بيقول ما لهوش حاجه في الورده يقول احمر الخدين. يعني انت سايب كل البطوله اللي خدها وسايب 11 بطوله خدهم وجاي تلاحق. وبعدين انا ما كنتش اعرف ان احنا عندنا خبراء في التحكيم، احنا عندنا وما اعرفش انا ولا ايه؟ احنا ما عندناش تحكيم، خبراء تحكيم ايه مثلا؟ انت عندك تحكيم عشان يبقى عندك خبراء. وبعدين انت سايب البطوله بحالها بدل ما تقول لهم مبروك، بدل ما تقول كلمه يعني اسكت وخلاص. اسكت يا اخي، ما تتكلمش. اسكت يا اخي، ما تتكلمش. خلينا في خيبتنا، خلينا في خيبتنا اللي بالقيادات بتاعتنا، اللي قيادات اللي ضيعت كل البطولات. 20 سنة من ساعة الموسيقار ما دخل النادي، انت ما خدتش ولا بطولة، انت كنت سابق الاهلي ببطولتين، الاهلي خد 8 وانت بتتفرج. وجاي تقلش وتقول لي فاول وكارتة ولا مش قادر. ما الحكم ما حسبش زي ممكن ما يحصل في اي مباراة. واحنا مالنا ده ماتش بين الوداد والاهلي، واحنا مش داخلين في المنافسة، لا احنا خرجنا بخفة حنين زي ما بيقولوا، بخفية حنين يا راجل. احنا بنخرج كل سنة بخيبة. احنا مالنا من اللي قبليها. يعني انا مش احنا مالنا لا، ما انا بقول لك ايه، مش عايز تقول مبروك، مالكش دعوة بقى. يعني مالكش دعوة ايه اللي حصل في المباراة، انت مالك؟ طب وانت دلوقتي بتقول خبراء بتوعك اللي انت بتقول فيه خبراء في التحكيم، مع ان انا طبعا ما اعرفش ان في خبراء في التحكيم، انما الخبراء دول اللي قعدوا يتكلموا من النهارده للبطوله اللي جايه مش هيتغير في الوضع حاجه. عايز ايه يعني؟ عايز تثبت ايه يعني؟ ان انطرد اللاعب او خد انذار مثلا كان الاهلي مش هياخد البطوله، كان هياخدها. وانا قلت، انا فاكر انا قلت لك ان الحمد لله لما جاش سان داونز، سان داونز كان ممكن المباراه تكون اصعب وممكن برضو كان الاهلي يكسب، لان هو المباراه بيقول لك ملعبه كسب 2، وانا قلت هيروح هناك يتعادل اقل ما فيها هيتعادل، مش هيتغلب. فانت مالك؟ انت مالك؟ انت زي قلنا ان الاهلي فريق بيمثل مصر، بعض الناس اللي ما بتفهمش يقول لك ده بيمثل نفسه. خلاص خليك انت يعني، خليك في خلاص بيمثل نفسه، خليك انت في الهوس اللي في دماغك، خليك في الهوس اللي في دماغك. يعني انت مش قادر تفهم ان احنا ابناء وطن واحد عشان ربنا زرع علينا واحد بتاع فتنه، واحد تسبب في قتل المتظاهرين في احداث موقعة الجمل، واحد خرب النادي، واحد باع بوتيكات النادي، انتوا كلكم بتعبدوه، يبقى كمان نعبده في الفتنه، نزرع الفتنه من ابناء الوطن واحد اللي مش قادر يسكت. طب حضرتك، انا اقسم بالعشرة ايامنا احنا صغيرين كان الجمهورين بيشجعوا الفريق اللي بيلعب في افريقيا، مش كذبه، انا عشرتها هي. انا عشرت الايام دي. النهارده بيحصل الكلام ده ليه؟ شويه السفله من في الاعلام دول، من ساعه ما الباراشوتات نزلت على الانديه، انديه معينه ابتدوا يصرصروا وابتدوا يعملوا لجان اعلاميه، والدنيا اتخربت والنفوس اتخربت، مصالح شخصيه، والاخلاق مصالح اتخربت. شخصيه، كل حاجه اتخربت. اي حد زملكاوي في اعلام او مسؤول او جمهور بيتكلم في موضوع الاهلي والوداد ده مزقوق ان يقول لك ايه، عشان نتلهي على الاخطاء والسرقات والنهب والاحداث السيئه اللي في نادي الزمالك والقرارات اللي جايه من فيفا.
اشغل جمهور الزمالك بحاجات غير الكارثه اللي عنده، غير ان احنا عندنا فريق درجه ثالثه، فريق ما ينفعش يعني. هو ده الشغل بتاعهم. بص على الصوره، مشغولين احنا بالاهلي. لسه كنت منطقه استاذ محمد، بص العصفوره والعالم كلها تروح على العصفوره وتسيب الخيبه اللي موجوده. يا راجل شوف نفسك، شوف نفسك، انت عمرك ما خدت بدوري ابطال من ساعه الموسيقار ما دخلها حط رجله فيها. بعدين ما تقوليش بقى ايه طالع برضو الصغير ده الدور يقول لك ليه، بتقولوا مثلا انه في عهده في اخفاقات وبتاع. ما هو مش دايما الاخفاقات بيكون سببها الاداره، ما يكون بسببها مين؟ اللعيبه والمدربين بس. اما امتى اللي هتبقى الاداره مسؤوله؟ يا استاذ محمد، في سياسه واحنا قلنا من زمان والزمالك كان واخد الدوري، قلنا لكم خلي بالكم ان اللي جاي ان الزمالك يبقى زي نادي الترسانه، يبقى نادي اجتماعي. والله انت قلتها من اول يوم، وكنا ساعتها واخدين الدوري للموسم الثاني على التوالي بجهود اللعيبه، وقلت هيفرغوا الفريق، خلي بالكم هيفرغوا الفريق. زي ما احنا قلنا مش البيان بتاع حسين لبيب، واحد بيقول لك ما حسين لبيب ما اشترى نص الفرقه، يا راجل حرام عليك. ده حسين لبيب كان جدد لنص الفرقه، وجاي الحراميه سمسره من النص الثاني يعني. ما واحنا دول احنا كنا اقصى ناس ضد، احنا كنا اقصى ناس ضد حسين لبيب، كنا قاسيين عليه بالظبط، وهنتننا قاسيين على اي حد لا يحترم مقعد رئيس نادي الزمالك على كل حال، او يعمل اخطاء لازم نزر الاخطاء عشان يتراجع عنها. مش عايز يتراجع يبقى ياخد على دماغه بقى يعني. على كل حال نرجع لموضوع المشجع اللي مش زملكاوي الفتناوي، وانا بقول رايي وممكن الراي ما يعجبش ناس كتير، اللي ما يعجبوش يخبط دماغه في الحيطه، انا بقول الحق اللي هيقسمنا عليه ربنا. دي مش اخلاقيات الزملكاويه، دي مش اخلاقيات الانسانيه، مش دي مش اخلاقيات المصريين ابدا 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 يعني نهائي. ومش عايزين ندعم بقى الفتنه ونشوف عمل ايه ونشوف مصطفى شو يعني، ده كلام فاضي. يا سيدي مع احترامنا الكامل للمغرب واهل المغرب، انما احنا مصريين يعني، مش معنى ان احنا نشجع فريق مصري انه يكسب يبقى احنا ضد المغرب. لا، المغرب دوله محترمه واشقاء لنا، بس ما نسيرش الفتنه يا عمك. لا نسير الفتنه، لا ما توصلش، لا نسير الفتنه. وبعدين انت رايح للامن بتاع المغرب عشان يقبض على لعيبه مصريين؟ بيقول له مش مين ده، قال له ده بتاع المغرب، بيقول له انت ما بتفهمش، ده ابن ده الحارس الثاني الاهلي اسمه مصطفى شويه، الراجل الفيديو بتاع الولد. وبعدين اقتطاع يعني، احنا مش هنقول لا مصطفى شويه ممكن ما يكونش عامل حاجه، لا ده موضوع تاني خالص. اذا مصطفى شويه ولا سيد عبد الحفيظ عمل حاجه فالاديهم يحسبهم، الاتحاد الافريقي يحسبهم، الدنيا تحاسبهم. احنا بنتكلم عن الجانب بتاعنا، انت ايه اللي موديك تحتك بيهم من الاول؟ الوداد انت حر، ايه اللي موديك عند لعيبه الاهلي وهم ايه اللي مخليك واخد علم الزمالك؟ ما انت بتمثل نفسك، ما بتمثلش الزمالك. امال الزمالك راح انا المصري وجاي اشجع الوداد، معاه السلام. زي واحد يطلع يقول لك انا بمثل جماهير الزمالك وعندي 3 مليون مش عارف ايه، يا يعني ناس كلهم في الكذب. على كل حال كان في برامج تلفزيونيه استضافوا الولد ده واستضافوا مصطفى شوبير. انا اقول كلام مصطفى شوبير لانه الولد مختلف تماما عن والده في الادب والاحترام. قال احنا كنا في المطار في رقص وبنرقص وبنحتفل بالبطوله ال11، وما نعرفش ايه اللي دخل المشجع ده بهذه التصرفات اللي بتسيء ليه ولنادي الزمالك. احنا كلنا ما كناش بنتساءل ايه اللي بيعمله ده اللي بيسيء ليه ويسيء لنادي الزمالك، ونادي الزمالك ده نادي كبير ولا يجب ان تخرج تصرفات من البعض من الممكن ان تسيء له. احنا بنحتفل البطولة. مش عاجبني كلام شوبير، عرفوا ان ده ممثل لنادي الزمالك. لا بيقول لك تصرفات بعض ممكن تسيء في نادي الزمالك. ده غير زملكاوي، المفروض ما يقولش كده. لا انت هو انسان قذر ان هو راح يعمل حركه زي دي. ده مرتين واخد بالك، ومرتين يبقى مقصوده. شوف يا جدعان، مرتين يبقى مقصود منها فيها هدف من وراها، اصل ممكن تيجي بالصدفه المره الاولانيه.
انما رايح يكرر العملية، لا يبقى هو جاي لهدف معين. المره الاولانيه يوم الماتش قال لك انا مسافر جاي من المانيا مخصوص اشجع الوداد وعلم الزمالك، فرشت وقعد يقول هي ترجي، هو مش فاكر الفرق ما بين الترجي والوداد، وبعدين صلحها له مش بقى عارف الوداد. يعني. وبعدين بيقول لك ايه، لا انا كنت رايح هناك بالصدفه عشان احضر مناسبه. ماشي، انت رحت يوم الماتش، تاني يوم حضرت المناسبه الحقيقه، يعني رحت وحضرت الماتش وحضرت المناسبه. ده انت يعني بصراحه ولا مين ده سبق كل الناس اللي سبقت الازمنه في لا وايه، يعني لا ده ظابط أكيد نفسه مع يعني، ماسة الاهلي يعني. يعني مثلا أيوه هو عارف ميعادهم هيسافروا إمتى وهو حاجز معاهم يعني، واخد بالك؟ لا 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 دي مقصودة، شكلها باينة ومقصودة ما دام كررها كمان يعني. ممكن تكون صدفة في الأول، عيل عقله طاير ولا حاجة طايق وجاي جاي من ألمانيا. يا راجل هو في حد هيجي من ألمانيا عشان يروح يتفرج على دوري الأبطال والله بتاع أفريقيا؟ والله شكله لألمانيا، ألمانيا المحطة. المنيا. ويمكن على رأيك ألمانيا مخشوش يعني. أنت لما هتيجي تشجع الوداد، الوداد هيبقى لا امبارح في الأهلي. التلفزيون المصري قال لهم انا كنت بحضر، انا رحت هناك بالصدفة، كنت بحضر مناسبة لصديق عايز معين، يعني زفاف حاجة كده يعني كذب الفيديو الأولاني اللي هو عمله. على كل حال خلينا ننقل نقطة جديدة. وبعدين الناس أرجو الأهلاوية والزملكاوية ينسوا شخص زي ده وينسوا الفتنة دي وما تخليهمش تتأثر فيهم يعني. مبروك للأهلي ال 11، نادي بيفوز ب 11 بطولة، نادي بيفتح 4 أفرع لنادي عشان يدخل مليارات نادي، ونادي كلام في كلام في كلام. خلينا في الكلام وانا ويسيبوكم ايدي معاك تخلوا ببارك الرجالة للنادي زي الاهلي، ببارك للنادي الاهلي طبعا انجازه التاريخي اللي شرف الكره المصريه. ننقل طبعا لموضوع شرفوا ناديهم. الفيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه ابتدت تفتح ملفات الانديه المصريه، ان اليوم ادوا ضربه قويه لنادي انبي بسبب اللاعب التونسي زياد بوغطاس اللي مشي من الفريق في اكتوبر 2021. المحكمه الرياضيه الدوليه النهارده برمت نادي انبي 910 ألف دولار لسرح اللاعب بعد الشكوى اللي قدمها اللاعب ضد هذا النادي البترولي. المحكمة الرياضية الدولية ادت ام بي مهلة 45 يوم من اجل سداد المبلغ، والا هيكون في عقوبات لايقاف القيد. واحنا بنقول الملف ابتدى يتفتح وفي عقوبات في الطريق. ايه رايك استاذ محمد في هذا القرار؟ عندك 300 استرليني للاهلي، عندك مش عارف كام برضه للمصري، وادي اهو ده دور انبي. سمعتنا سيئه. وبعدين اصل انا بفكر بس الانديه دي كلها، كل الانديه المصريه عموما، ان انت لما تيجي تمشي لاعب او في عقد بينك وبين اي نادي في شروط معينه، ليه ما بتنفذهاش وقتها؟ يعني انت النهارده عندك لو نادي انبي ده من 2021 دفع فلوس اللاعب دي كان كام؟ 150 ألف دولار، كان ثمنهم كام بالمصري؟ النهارده هيبقوا بكام؟ الدولار اتضاعف عدة مرات دلوقتي. واخد بالك؟ الجنيه الاسترليني لو الاهلي دفع من اولها. اللي بيغيظني بقى يقول لك ايه؟ قريت الخبر اللي حضرتك قلته دلوقتي، يقول لك ايه؟ لا ده مش حكم نهائي، ده احنا هنطعن عليه وهنستأنف عليه. يعني انت مش مكفيك دلوقتي، عايز تدفع لما الدولار يبقى 50 جنيه يعني؟ ما دي الخيبه اللي بيعملوها الادارات يا جماعه يا جماعه، انه ما بيدفعش اللي عليه في الوقت المظبوط، فبتيجي لان هم ضمايرهم، او بمعنى اصح هم مش دافعين من جيبهم حاجه، اضعاف الاضعاف. يعني انت لو دفعت سنه 21 ب 16 جنيه، النهارده ادفع ب 34 جنيه. الضعف، ضعف المبلغ بالظبط. فايه بقى يا جريء؟ يقول لك انا هستأنف، يستأنف يتحكم ضده، يقول لك انا هروح المحكمه تركاس، يروح يتحكم ضده، يكون فات سنتين كمان يدفع كمان غرامه 5% من سنه 21. الناس دي لو بتدفع من جيبها ما تعملش كده يا جريء، طيب احنا ده فساد علني. عندنا استاذ محمد خلال يومين قضيه بطيب. ربنا يستر، انا يمكن اتكلمت معاك فيها وربنا يستر. ده بيقول لك المحكمه الرياضيه
بتكتب خلاص الصيغة النهائية للحكم النهائي ما طبعا تلقى القضية طبعا مش اللي من 2020. ادفع بس هم مش قالوا كانوا حكموا ب 2000 ب 2 مليون و700 الف دولار يورو، احسب بقى من سنة 20 لغاية دلوقتي ولغاية لما يتكرم الموسيقار ويلاقي فلوس يدفع، لا هتبقى كمان الفايدة كام؟ هو مين اللي كان جايب بطيب؟ كرش بطيب، لا مين مين اللي اللي جابه اللي جابه؟ كرشه؟ مين اللي جابه؟ مين اللي ما هو اللي كان جابوه اللي مزهقنا كل كرشه. يوم جايب لكم هداف ما هو اللي المنتخب المغربي، جايب لكم هداف المنتخب المغربي. منتخب المغرب، لا ده كان بيلعب في فرنسا كمان، جايبه من فرنسا. يا ريته جابه من الدوري المغربي، ده واضح راح ان جابه من فرنسا. العمولة ما كانتش تمام. واخد بالك؟ اه واخد بالك؟ ويا دوب ما كملش السنة ودفعنا فيه فلوس قد كده وما وهندفع دفعناش لهوش فلوسه قبل ما يمشي، ولسه هتضرب. وفايدة 5% من ساعة ما مشيناه، ادفع من جيبه. كان مليون واحد ما كانش، كان اداله حقه ومشي. طب انت لغيت عقده، ما تديله فلوسه. ما فيش نادي عندنا، ده احنا سمعتنا زي الزفت، ما فيش نادي بيمشي لعيب الا ما يقعد يعمل معاه بيسموه ايه، فساد. وده ممنوع، ما فيش دولة في العالم بتعمل كده. انت مشيته خلاص مش عاجبك، بتدي له حق وتفتحش بقك، بتدي له قبل ما يخرج من باب النادي بتدي له شيك بفلوسه، طيب والا انا يقعد. جاي لك بعد شويه في موضوع زي كده برضو، في ازاي الانديه الكبيره تتعامل. بس بفكر الناس يعني ان في واحد بس كذب عليهم كذبه كبيره قوي للمره الثانيه على التوالي، قال لهم الفيفا وبعتنا الفيفا والمحامي وفيديو كبير كده عليه صوره يونس شلبي عامل صباعه كده، والفيفا استلمت الفيفا فتؤكد ان هي استلمت ولا عزاء للكذابين. وانا بقول لكم هو اكبر الكذابين ليس في مصر ولا الشرق الاوسط، في العالم كله. وحتى هذه اللحظه الفيفا لم تستلم شكوى نادي الزمالك، وبتحدى. لا هو مش كذاب يا جريء، هو مش كذاب، هو بعت للفيفا ما بعتش فيفا للفيفا. صحيح، فيفا هو لا زلاطه، هو مش كذاب، فيفا زلاطه. بعت لفيفا الناس يعني بتصدق، زلاطة اللي في المكسيك. الناس اه بتصدق وتقعد تقول لك واخد والله بالك؟ لو ما بعت المره دي انا مش هعبره تاني، ويرجعوا برضه يبوسوا على التراب اللي بيمشي عليه. على قفاه. انت عارف ان النهارده من يوم ايه؟ من يوم 25 الشهر اللي فات، واخد بالك؟ ولا بتعمل فيها ايه؟ يعني فيفا دلوقتي جات لها شكوى خدوها، ولا ولا الفيفا الاخرى هتطلع نظريه المؤامره وان هي الاخرى اتحاد دولي متآمر على الزمالك وفي واحد هناك هو اللي موقف الشكوى؟ هتطلع الكلام ده كله، هفكرك هو اللي بوظ الشكوى وهو اللي عمل الشكوى، والفيفا عامله مؤامره على الزمالك زي ما الاتحاد الافريقي عامل مؤامره على الزمالك، زي ما الاتحاد المصري عامل مؤامره على الزمالك، زي ما اللجنه الاولمبيه عامله مؤامره على زي الاعلاميين زي ما بيعملوا، الاعلاميين. والاخر يطلع بتوع واخد بالك؟ قنوات السوشيال ميديا هم اللي بيدعموه. مش قرف اه على كل حال دلوقتي. الفيفا لو كان وصل لها جريء زي ما قلت لك، انا اللي عارف جاب على طول فهو بيعلنوا. الاتحاد الكره المصري يقولوا له رد على الشكوى دي في خلال 10 ايام 15 يوم، واخد بالك؟ عشان يقدروا يبدوا فيها. ما هم مش هيبدوا بكلام الموسيقى، هو طيب لازم ياخدوا كلام الناس اللي هو بيتهمهم. رد لي على الشكوى دي، اللي كان بيقول لك انا مش عايز اوري الشكوى عشان سر. لا يا حبيبي، ده كان هم هيبعتوها برسم جماعيه بالكل اللي انت كاتبه فيه، ولا كان هيبقى سر ولا هيبقى خيبه اللي بتضحك بيه على الناس. هيبعتوها رسمي للاتحاد المصري يقول له رد علينا. ما بعتوش، ما جرحت لهمش، وهي ما راحتش مش هتنزل. هيحمضوها على النار، صحيح. مش هيخللوها هناك. كيس دلوقتي يا بيف استاذ كيس محمد، بحاجة. اتفضل. احنا كل فريق الزمالك اخر اللعيبه الموهوبين اللي في الزمالك مين؟ يعني بعد ما طفشوا هم ما في جيل فاضل حد، جيل من الموهوبين، اخر حد مين فاضل؟ فاضل اثنين يعتبروا يعني شايلين الفرقة شوية، واخد بالك؟ فتوح وزيزو فتوح، طبعا دول وطلع قدرهم طلع اكيد. عليه شاعة ان هو بيشرب مخدرات باين، واللاعب من يوميها مش ناسينهم بيشرب الوضع. حشيش، حشيش مش ناسينهم ده، هم اللي مش بيشربوا لاقي. ده حشيش. ده ولد ده متربي عبد الرب ومؤدب يرحمه وبيصلي ومحترم، دول عيال متربيه. اللي بيقول عليهم هم اللي طبعا. بيشربوا مخدر
يعني مش الناس عارفه مين بيشم ومين ما بيشمش، يعني خلينا نعدي الحته دي. طبعا زيزو حتى اللي بيشم ريحته بتبقى باينه يعني شكله بيبقى باين في الصور دلوقتي. بالنسبه وشوف. لزيزو، زيزو نجمنا الكبير، زيزو الغالي، دلوقتي بيحاولوا يسوقوه في تركيا، جايبين له عقدين في تركيا، وبيقول لك ان هم لما جددوا له العقد مضى ل 2025، وانا بتحداهم لغايه دلوقتي ان هم يطلعوا العقد اللي مضى. زيزو مضى عقد بالكلام، باللي بكلمة شرف. ايوه دلوقتي. وزيزو طبعا قرفان، في ناديين في تركيا هم احنا قلناها من قبلها يعني. في ناديين في تركيا هم بيسوقوا فيهم، واحد اسمه ادنى سبور حاجه زي كده، وفرشاجه وجالتا أنا سراي نصور. بشكتاش بيحاولوا يبيعوه او ما اعرفش. المهم هم بيقول لك ايه بقى، نفس اللي جوه النادي اللي بيحاولوا يسووه، بيقول لك اصل زيزو من حقه يمشي في اي وقت، اصل ما عندوش شرط جزائي. شوف الكارثه لما ما عندوش شرط جزاء يمشي في نفس الوقت، دي. ده ازاي ما عندوش شرط جزاء ويمشي وقت ما يحب؟ دلوقتي هما بيقولوا عكس كلام. دلوقتي ده اللي بيعلنوه النهارده، ان زيزو جاي بثلاث عروض وهو من حقه يمشي، لانه ما عندوش لانه ما عندوش اي شرط جزائي يلزمه بالبقاء في النادي، اللي هم قالوا ان هم ماضيينه ليونيو 2025. نسيبنا من اكاذيبهم ونسيبنا من الكلام ده، في ريحه ان ان زيزو هيمشي من نادي الزمالك. يعني الواحد حزين بصراحه وهو بيقول خبر زي ده. انت ايه اللي شمس محمد الموضوع ده؟ تفتكر زيزو ممكن يمشي بجد؟ يا جريء ازاي طالما ما عندوش شرط جزائي ازاي هيمشي؟ ولو هو عنده عقد ال 25 هي سايبه، هو محل بقاله، والله النهارده انا زعلان من صاحب المحل انا سايبها لك وماشي. بيستعبطوا بيضحكوا على الناس. الكلام ده لو عنده شرط جزائي هيرميه لهم في وشهم ويمشي، انما يضحك على الناس كمان يعني وصل بيهم اللي هم يبيع بيسوقوه. القوانين خلي بالك، هو بيتوهوا الناس. مش هو اللي جاي له العروض، هم اللي بيقولوا اللي فيه عروض جايه لهم ليه، يعني هم اللي ايوه بيسوقوه. هو مش في دماغه، هم عايزين يمشوه عشان يكسبوا من وراه. ايش ادي الفكره كلها؟ تفتكر حد في جمهور الزمالك يعني هيستعمل بعد ما فضوا الفرقه والله ان كمان جمهور زيزو؟ الزمالك زهقنا. ويا راجل ده اي حاجه بيقولوها لهم بيضحكوا عليهم بيصدقوها. ده زهقونا جمهور الزمالك خلاص طالما هم بيصدقوهم استعدوا. بيصدقوا في كل خايبه بيقولها يعني. حتى اكيد مليون في الميه 90% من الزملكاويه صدقوا ان هو ما عندوش شرط جزائي عشان كده هيمشي. لا انا بقول ما لهم، حدش انا فيهم بقول فكر. لهم وقلتها من يوميها، من يوم ما طلعوا قالوا احنا جددنا، انا بقولها وبتحدى وما زلت بتحدى، والفيديوهات موجوده. زيزو ما وقعش عقد مع اي حد، دول ناس بتكذب. يا راجل احنا مش قلنا لما طلعوا تسريب العقود ما طلعش تسريب عقد زيزو ليه؟ زيزو لان ما فيش. مستمر في الزمالك بكلمة شرف، هو راجل وابن راجل بس. بس وبعدين انت واحد ما عندهوش شرط جزائي يقدر يمشي؟ طب ازاي يعني؟ ده العكس يعني، لو هو عنده شرط جزائي يرموه لك ويمشي، ما عندهوش خلاص ما يقدرش يمشي. هو لا قال ماشي ولا بتاع. انا عارف تفكير زيزو، عايز يطلع على اوروبا، عايز يطلع محطة في محطة، وبعدين ايه اللي هيوديه تركيا؟ هم هو اللي يمشي منين هيروح بيتسوقوه. تركيا؟ في حاجة فيها سمسرة كده حلوة هتيجي من ورا الأندية دي، فهم بيحاولوا اه يسوقوها. طبعا. لا والانديه دي ممكن يكون عندها المواضيع دي يعني غير الانديه التانيه يعني. ليها وكلاء في مصر كتير على فكرة. طيب ننقل لموضوع طبعا برضو شاغل الناس اليومين دول، الاتحاد جدة السعودي هيمشي طارق حامد. اتحاد جدة السعودي هيخلي طارق حامد عقده لسه قدامه كمان سنة، يخلص يونيو 2024. لا اتحاد جدة بيعمل تسوية لفسخ العقد معاه، اتحاد جدة بيفاوض لاعب كبير مش عارف اسمه ايه بدل طارق حامد، لا المدرب مش عايز يعني. لاعب فرنساوي. على كل حال يعني كونتي نجلو كونتي بس المعلومات خدوه حسب ما انا اعرف خدوه ب 100 مليون يورو اتحاد جدة. المعلومات اللي عندي بس مش شبه مؤكدة، انه فعلا هم هيمشوا طارق حامد بس هيدوا له فلوسه كلها. طبعا يعني عشان برضو كنا بنتكلم على الادارات اللي بتتعامل باحترام، والادارات النصابه اللي بتدخل في مشاكل وتسمسر وتاجل الفلوس،
هيدوله كل فلوسه كلها. بس انا بقول، انا بقول واتحدى اي حد، وبقى قابلني التحديات ده، ان انت تاخد بطوله لو مش طالع. لا تشوف انت حتى لو جايبه ده، ما هو الصغير انت عارف ده سنه كام اللي هيجيبوه؟ فوق ال 30 سنه برضه، حوالي 2 33 سنه، 32 سنه، واخد بالك؟ ما هوش لاعب سنه صغير عشان تدفع فيه 100 مليون. ده هو في نادي، لو قعد في نادي مش هيتاخد فيه ربع المبلغ ده يعني، لو جم يجدد. وبعدين فعلا هو من وجود طارق حامد في اي فريق، واخدينه في راجل في طارق مسمار في حامد الملعب. قلب الاسد، قلب الاسد يعني. يعني ممكن ده برضو يمشي، بس انت بتسيب لاعب برخص التراب يعني. انت طارق حامد ما ياخدش واحد على 100 من المبلغ ده يعني، لا، واخد ما بالك؟ الأندية السعودية جالها صرع دلوقتي على مين يجيب مين ومين يجيب مين. بيتنافسوا دلوقتي، بس أنا واخد بتكلم بالك؟ على لاعب بتوق لطارق حامد، فمع أي فريق يفرق كتير. لا راجل، راجل امكانياته البدنيه في السن ده معجزه بصراحه. تفتكر إيه وجهة طارق حامد لو تم هذا الموضوع بالفعل؟ لا انا اللي مزعل، اللي هيضحك، اللي يضحكك ويضحكني ويضحك كل الناس بتفهم، ان هم عايزين يبينوا ان هم مش عايزينه، بس هو اللي عايز يجي. طب وقابلوني لو جه؟ يا ريت يجي وقال والله. للموسيقار رافض انه يجي، الموسيقار اللي هو يعني خبير كروي حسب الله السابع عشر، رافض انه يجي. قال يعني هو رمى جتته عليهم وقال لهم حاجه، وهم اللي رافضين عشان لما ما يقدروش يجيبوه، رغم ان هم بيحفوا وراه معلومات ان هم هيموتوا عليه عشان يرجعوه تاني، عشان لما ما يرجعش تاني يقول لك لا ده احنا ما كناش عايزينه. ما هو الاكاذيب كده لازم يكون لها مقدمات. زي مثلا ما اعرفش انت عرفت عن موضوع اللي على سهوه كده بقدره قادر بفرع 6 اكتوبر بيتبني؟ أنا كنت عايز أختم معاك فيه في الموضوع ده، مش بتبني ولا حاجة، ده بتاع لما بينضفوه من تتكلم الزبالة. فيه هقول لك نقطة فيه. لا خلاص يا باشا، الموضوع أصل عشان الناس ما تصدقش، بينضفوا الزبالة اللي فيه، الإدارات لتنظيف الزبالة، دي المعلومة اللي عندي. برافو، عشان يوريهم بينضفوا. بعدين قال لك هيعمل مؤتمر صحفي يوم الخميس عشان يعلن عن المشروع القرن ال21، واخد بالك؟ وبيقول لك ان هيقول كل التفاصيل يوم ياه، الخميس. انت عارف ليه هيعمل يوم الخميس؟ انا افتكر كان في برضه حاجه زي كده من سنتين، وقال لك ومسك المشروع لاحمد مرتضى والاداره الهندسيه مش عارف القوات المسلحه ايه وحاجه ايه بقى ومش عارف ايه، وفاكر الكلام ده من سنتين بالظبط. بالظبط، ايوه بالظبط. لا والمؤتمر الصحفي، طب اشمعنى يوم الخميس؟ ما اعرفش، ما اعرفش عشان برضو اقول لك انا بقى، وهقول لك وهيحصل وهيتسمعه، عشان يوم الحد لما يتحكم عليه في القضيه اياها، الاخطر قضيه اللي القاضي صمم ان لازم يكون وجوبي ولازم يحضر، بتاعه الاعتداء على موظف عام. الاعتداء لموظف عام دي، واخد بالك؟ ودي حكمها معروف ايه، واخد بالك؟ اول ما يتحكم عليه يقول لك شفتوا حبسوني عشان عملت مؤتمر وقلت حبني 6 اكتوبر، مع ان القضيه بقى لها سنه ونص، وكان هو رادد المحكمه، لا كان هو عامل استئناف، وده الاستئناف يعني شوف خدت لها سنه. ويقول لك ويضحك على الناس، ويطلع واحد برضه يقول لك ايه، ده عنده حد اتحكم له فيه براءه قبل كده نفس القضيه، واخد بالك؟ ضحك على الدقون. وهيطلع بعد كده يقول لك عشان انا قلت حبني حبسوني. اي طب يا كلام. عم انت القضيه دي بقى لها سنه ونص. جمهور الزمالك وجمهور السوشيال ميديا بقى يفهم، اللهم الا بعض الابيض اسود. يعني في موقع زملكاوي او صفحه زملكاويه نضيفه، او مش هقول اسمها عشان ما حدش عارفها، كتبت اتفضل. قبل السرطان ده الاهلي كان 3 دوري ابطال والزمالك 5، بعد السرطان ده الاهلي 11 والزمالك لسه 5. ولو قعد كمان 20 سنة تحت نفس الموسيقار برضه هيفضلوا 5، لو عايز اقرا لك مفيش التعليقات بقى، أمل. رب واحد كاتب له ربنا يريحنا منه وعجل باستئصاله، وواحد بيقول لك انا مش عايز اقول حاجات اللي فيها شتيمه. لا مفيش، ده لا لا مش هو هقرا، الناس هتعرف يعني. كلها شتيمه بصراحه، احنا ما لناش
مالناش في الحاجات لو دي. اشوف لك واحد، اشوف لك واحد بيقول لك ايه تضحك حاجات تضحك، يعني احنا لازم نقول للناس بتوعنا برضو في القناه كام حاجه تضحك كده، بيقول لك ايه تفاصيل خاصه، واخد بالك، خلي بالك من الكلمه اللي جايه، تفاصيل خاصه عن مفاوضات الزمالك السريه مع مهاجم يانج افريكانز. هي سريه بس هو التفاصيل عارفها. يا تفاصيل راجل ده سريعة. بيقولوا انا وانت تضحك تضحك، سريه منين يا ابن الحلال بقى بات. ربنا يكون في عوننا والله مع الناس دي والله العظيم. ثلاثه انت بص، انا عايزك تشوف، انا ببص للعناوين بتاعت اليوتيوبرز دول كلهم، كله مع بعض هتلاقي النهارده مثلا بيقول لك ايه، كلهم مفاجآت ساره لجماهير الزمالك، لكل جماهير الزمالك. تاني يوم يقول لك اخبار سعيده لجماهير الزمالك، كلهم بيقولوا نفس الحاجه، واخد بالك، وتدخل جوه لا اخبار، ما شفناش لا اخبار سعيده ولا مفاجآت ساره ولا شفنا حاجه. ويقول لك بقى ايه مفاجآت الموسيقار لجماهير الزمالك. طب فين هي يا جماعه؟ ايه في لحن جديد يعني مثلا هيتعمل ولا ايه؟ يعني فين؟ انت شفت مفاجآت ولا اخبار ساره لغايه دلوقتي في النادي؟ لغايه دلوقتي شفنا حاجه اخبار ساره صحيح مش كلام يا راجل. نادي عريق زي النادي الاهلي بيشتغل بيكسب بطولات بيبني افرع جديده، واحنا كل 3 ايام مؤتمر صحفي، وكل 3 ايام اجتماع مجلس اداره، وكل 3 ايام نطلع في الفيديوهات، وكل سنتين ثلاثه نقول لك مشروع 6 اكتوبر، ودلوقتي يقول لك ايه لموا لنا بقى فلوس ل 6 اكتوبر عشان نبنيه. طب والفلوس اللي لا، اتلموت من وعضويات بقى، الاعضاء وعضويات اللي قبل كده؟ وباقي العضويات، العضويات الجديدة ما فيها الاعضاء اللي تبرعات دفعوا من سنتين، لا الجديدة بقى. الاعضاء اللي، طب واللي دفعوا من سنتين فلوسهم راحت فين؟ مشتركين في الفرع 6 اكتوبر يعني دلوقتي لا بيروحوا ينظفوا الزباله بياخدوا، بيدخلوا فرع مطار. ولا بيروحوا ياخدوا كراسيهم وشماسيهم ويقعدوا في الارض هناك يتشمسوا بفلوسهم؟ فلوسهم راحت فين؟ صفحة تانية كانت من أشد أنصاره، واللي اتقلبت عليه طبعا بعد ما فهموا ان كل الكلام اكاذيب، بيقول لك اللي ماسك على البلد زله بيطمنكم انه حل ازمه الكلور خلاص، وان حمامات النادي ما كانتش نظيفه وهو رجعت وبقت زي الفل، وبيقول لكم ما تنسوش انه جاب 2 دوري وكاس في 18 سنه، وان اعداء الزمالك اللي مسميين نفسهم جماهير ما حدش يقول له بتعمل ايه. اللي يقدر يحاسبه الجمعيه العموميه المحترمه نجلاء بتاعت الشاي والعمال اللي بقوا أعضاء بس، غير كده بالجزمة يا شوية تيت 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 من الأشياء كاميو. وبيقول لكم كمان إن الوزير بيكلمه يوميا عادي بعد ما قال له هقول على موضوع السويس اتصالحوا خلاص، وبيقول لكم هجيب صفقات نقط هتاخد كل البطولات، وتاني بيقول لكم إن أي حد يتكلم عليه ويشكك في إنجازاته هو أبيض ومنتفع. وعلى الجانب الآخر الأهلي يتوج بالبطولة 11 بعد افتتاح الفرع الرابع للنادي في القاهرة الجديدة. يذكر أنه تولى رئاسة النادي الأهلي آخر 20 سنة 3 رؤساء أندية، حسن حمدي، محمود طاهر، الخطيب. أما الزمالك فنبشركم حلينا أزمة الكلور والحمامات نظيفة الحمد لله. لا ده لازم أعضاء الجمعية العمومية يرفعوها على الأعناق، الحمامات بقت نظيفة فيها كلور. ايه العظمه دي والله العظيم، انجاز لا يمكن يحققه اي رئيس نادي. واحد اسمه، الكلور جريء، الكلور واحد اسمه هو الكلور ده سهل. مخلص سليمان معلقه بالشر البلية ثم يصبح. بالظبط واحد اسمه بالظبط. وسيم بيقول له طب يفوض او يسلم بقى اعضاء مجلس الاداره، واحد ملف الحمامات والتاني ملف الكلور المسابح، واحد ملف نظافه اقسام النادي الاخ. طيب عايز ايه اكتر من تنظيف في النادي؟ هو الاعضاء عايزين ايه اكتر من كده؟ عايزين ايه؟ الحمامات السباحه كانت ترعه زي ترعه المحموديه اللي انا فاكرها زمان يعني، والنهارده بقى فيها كلور، عايزين تنهبوا؟ ده هو ده الرئيس التاريخي، الموسيقار التاريخي ده، عزف الحان ما عزفهاش اي موسيقار قبل كده جه النادي لا انا خدت النموذجين دول ولسه. بصراحه كنموذج لتغير وعي الناس،
الغير أبيضة الغير منتفعين. لا والله لسه في ناس لسه دول لازالت بص تعمل بص للأسف أنا يعني. هفهمك، 99% من الناس جمهور الزمالك ناس مثقفة ومحترمة جدا، في ناس مدسوسة وسطينا زي النماذج اللي أنا بعتها لحضرتك وبعتها للأستاذ تريز اللي طلعنا أصلهم فاكر وفصلهم، دول بسبب الفتنة بيعهولوا يشالوا الفتنة، وطول ما هذه الأشخاص موجودة هم في ظهرهم لأن هم بيأدوا اللي عليهم بنجاح يعني لتقسيم الشعب المصري وتحويله إلى فتن وكده. في مهمة خاصة. وفي ناس بقى بتوع علب الكفته يعني كان الله في عونهم يعني، لما تقعد تسمع الحوارات اللي بينهم من بعض، يا يعني مش عارف ايه انا مش سلفتك 100 والست خلتها تدي لك 200 عشان تشحن الباقه، يعني حاجات زي كده يعني كان الله في عونهم، دي السبوبه بتاعته. غير كده طبعا ربنا طبعا يرحمنا برحمته، ما عندناش كلام لازم الوضع نقوله. يتغير لان الوضع سيء. انت عارف ان الزمالك مدين باكثر من 150 160 مليون للاعبين مشيوا من مليون غير ما ولا ياخدوا حقوقهم مليون ولا مليار اللي ولا ايه ماشي. بالظبط؟ ده واحد طلع قال لا لا من المجلس ده نفسه، قال ان عليهم مدينية تصل الى المليار وشوية. بالجنيه هو بيقول، انما هي حوالي 150 مليون، هي شويه 150 200 مليون للاعيبه مشيت او لاعيبه اشتروهم وسابوهم ولاعيبه، وبعدين كلهم تبع الموسيقار يعني، ما لا لجان ولا غير لجان يعني، كلهم تبع الموسيقار المبجل يعني، هيطلع يقول لك واخد جابه سبب حكم ومشاه. الفيفا هو الجماعه بتوع ال 3 4 5 دول بتوع اللي بيعملوا فيديوهات واللي بتوع الصفحات واللي مش عارف ايه سبب اي كلام. عبد السلام لك الله يا ما زمالك، انت شايف من يا اعظم كريم، نادي ما في انت الكون، شايف للأسف للأسف. و نادي القرن خلاص، نسينا قضيه نادي القرن بقى، والنادي لا 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 مدرسة الفن والهندسة للنادي حمامات السباحة جبت لها الكلور وسلامتها طب انت المحاصرة. لاحظت الايام الاخيره بيجيب سيره شكوى الفيفا، لا ولا هجيب سيرتها ولا بتاع اللي ده كان هارينا بيها، كان هارينا كل يوم يقول لك انا بعتها، ويورينا جوابات كده من بعيد كلها بفنكوش، ولما كشفناها يقول لك لا ما انا ما كتبتش، ما وردتكوش اللي فيها الشكوى عشان ما يعرفوش انا بقول ايه، ويعملوا دفاع ضدها زي ما يكون واحد يقول لك محكمه جونح، انا ببعت سوابق كهرباء عشان اول ما يبص الاولاد عنده سوابق يحكموا عليه. طب انت كنت ما قاضي نوصلش ازاي يعني؟ انت القضية. كان بيجي لك يعني كنت قاضي ازاي؟ كان بيجي لك واحد عنده سابق تحكم عليه من غير ما تحاكمه يعني؟ يعني بيقول ايه الكلام اللي بيقوله ده اللي يخلي الواحد يقول ده انسان يعني، ده شخص ملوش علاقه بالقانون يعني؟ انت قاضي، في قاضي قاعد على المنصه يا جريء، هيجي ياخد بواحد عنده سابقه يعني؟ انت مثلا عندك سابقه ضربت جارك في يوم من الايام، وتيجي قضيه هو سرق بيتك وكسره او اعتدى على اهل بيتك، واول القاضي بيقول وروني صحيح في الجنايات بتاعته، قاضي عنده سابقه، لا انت بقى اللي اتحكم عليك. طب شافها فين دي؟ شافها فين؟ بص كلام من وبعدين حتى كلام لو من اقرب الكلام ده الناس اللي بيقولوا بيتطبق ايه، بيقول لك اي حاجه بتيجي على دماغه بيقولها خلاص عشان تريح دماغه، اي حاجه وبعدين مش مهم بقى دي حتى لو منطقيه ولا مش يعني، منطقيه. يعني حتى لو القانون ده ماشي يعني، خلينا بقايم انا اسف في الكلمه يعني، وما بنفهمش، وده فعلا ماشي في المحاكم المدنيه، ايه علاقته بالفيفا؟ هي الفيفا بتحكم بالسوابق؟ لو بتحكم بالسوابق الزمالك اكبر فريق سوابق في مصر، ما انت قلت الفيفا بقى ده اسمها القضايا اللي عليه من هنا لاخر السنه. لا يعني الفرق ما بين الفيفا والفيفا حاجة تانية. لا، ما لو بالسوابق، ما انت نادي الزمالك اللي عليه مشاكل، اكتر نادي في مصر عليه مشاكل وله سوابق، يبقى هيحكم ضدنا يا باشا بالمنطق بالمنطق بتاعك يعني. استاذ فاضل بشكرك جزيل الشكر على الحلقة الجميلة دي ودايما معانا بالخير. انا اللي بشكرك شكر جزيل جدا، واتمنى لك دايما التوفيق لانك تستحق اكتر من كده بكتير يعني. شكرا يا دكتور. الف شكر، مع السلامة.